مرحبا، اهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع في حلقة جديدة من حلقاتنا نادي الكتاب ومناقشة كتاب جديد زي ما عودناكم كل اسبوع معنا. طبعا الاستاذ محمد عيسى، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا بك عزيزي جمال، يسعد مساك. حبيبي اللي ما بيعرف شو موضوع هاي الحلقات نشرحها مختصرا. احنا كل اسبوع بنقترح كتاب، والاسبوع اللي بعده بنناقش هذا الكتاب وبنقترح كتاب جديد. بنحاول انه نقترح كتب من كل الدول العربية بحيث ما نكون متحيزين لكتاب من دولة معينة على اخرى. في البداية اقترحنا العراق، سوريا اول شيء، صحيح اول كتاب كان من سوريا، بعدين العراق، بعدين المغرب، وان شاء الله هيكون عندنا اليوم كتاب من مصر نقترحه في نهاية الحلقة. لكن حنناقش الكتاب أو الرواية اللي اقترحناها المرة الماضية، لحظات لا غير. تفضل، معك المايك. قبل ما أولا مسي على المتابعين الكرام، متابعي كنار تي في ومتابعين صفحتك الشخصية دكتور جمال، والله يمسيكم الخير وأهلا وسهلا بكم. كتاب لحظات لا غير رواية شعرية بامتياز، لأن الكاتبة هي شاعرة بالأصل قبل أن تكون روائية. راح نعطي شوية نبذة عن الكاتبة اللي وصفها الشاعر والروائي العراقي نعيم عبد مهلهل أنها تكتب من على أريكة فوق قوس قزح، حائزة على الدكتوراه في الطب سنة 1985 وعلى دبلوم التخصص في طب الأطفال سنة 1990 من المغرب الشقيق. أشرفت على إعداد وتقديم برامج تهتم بالصحة التربية الصحية في القناة الثانية المغربية لعدة سنوات. أشرفت على فقرة لحظة شعر في البرنامج الثقافي ديوان بنفس القناة أيضا، وهي عضوة في اتحاد الكتاب في المغرب، حاصل على جائزة المغرب للشعر سنة 2011. شاركت بقراءات شعرية في عدة ملتقيات ثقافية داخل المغرب وخارجه، منه احتفاء دار المغرب أو المركز الثقافي المغربي بها في معرض مونتريال الدولي للكتاب قبل سنة 2018 احتمال، هي ومبدعين آخرين من المغرب. ترجمت بعض من أعمالها للغات الفرنسية والإنجليزية والإسبانية والإيطالية والدنماركية والألمانية والسويدية. لها في الشعر ديوان إيماءات من دار الثقافة في الدار البيضاء سنة 2002، ورق عاشق في الدار من دار الثقافة أيضا في الدار البيضاء 2003، تعال نمطر شعر أيضا دار شرقيات في القاهرة 2006، أي سواد تخفي يا قوس قزح، شعر باللغتين العربية والفرنسية، ترجمة للفرنسية لعبد الرحمن طنقول، منشورات مرسم الرباط 2006، ولها ديوان أيضا اسمه حروف وألوان، حقيبة فنية عمل مشترك من منشورات مرسم في الرباط 2006، وورق عاشق طبعته مرة ثانية باللغة العربية والفرنسية والترجمة الفرنسية لثريا أقبال، أيضا منشورات مرسم الرباط في 2008. عندها ديوان أيضا اسمه أغنية الليل، ترجمة للتركية ديوان، وهو ترجمة لتركية لديواني ورق عاشق وتعالى نمطر، ترجمة متين فندقشي من منشورات آرت شوب في إسطنبول 2008. وآخر الطريق أوله شعر من المركز الثقافي، صدر عن المركز الثقافي العربي في بيروت 2009. في الرواية عندها أول رواية كتبتها هي لحظات لا غير عن المركز الثقافي العربي في بيروت سنة 2007، ومخالب المتعة رواية المركز الثقافي العربي في بيروت 2009 أيضا، الملهمات رواية من المركز الثقافي العربي أيضا، جميع أعتقد رواياتها كلها منشورة عند المركز الثقافي العربي. الحق في الرحيل أيضا رواية عن المركز الثقافي العربي في 2013، انعتاق الرغبة رواية المركز الثقافي العربي بيروت 2019. الكتاب يقع في 878 صفحة، قسمت على 4 فصول، وعنوان الرواية جاء من سياق الحوار، حوار داخل الرواية يقول فيه البطل في الصفحة 126: تمتعي باللحظة يا حبيبتي، لنا اللحظات لا غير. وهي اقتبست هاي اللحظات لا غير لتعنون بها الكتاب. قصة الرواية تدور بين أسماء الطبيبة النفسية ووحيد مريضها الشاعر الذي يعاني من حالة اكتئاب أقدم بسببها على الانتحار.
يتشاركان قصة حب تعين كل منهما على تجاوز آلام الماضي واستعادة الإحساس بالحياة وجمالها، فما من شيء يعيد الإحساس بهذه الحياة كالحب. الرواية بها أخذت منحة واحد، هو السرد الدائري، بدأت من حيث تنتهي. الصفحة الأخيرة جيبك للصفحة الأولى، السرد الدائري يحكي أنه كيف جاه هو للعيادة كمريض، ومن عندها طورت الأحداث، وهي حبته وهو حبها، وهو رجل متزوج وهي عندها سرطان، وهو شاعر وعنده نزق الشاعر أو الشعر، وهذه خلينا نسميها فوضوية الشاعر والعلاقات العابرة وكذا، هاي الأمور كلها، وتخلص الجلسات وهو يروح لحال سبيله وهي تقع بحبه وتشعل يعني، وتصير بها أحداث هواية. بعدين شو يعني، تقع هي في حبه، هو يسافر يرجع إلى باريس، وتسافر هي أيضا طبعا مصابة بمرض السرطان وسرطان الثدي، وعندها مشاكل نفسية أيضا. فورا ما راح وتركها، راحت الباريسية، أجرت عدة عمليات، رجعت إلى المغرب، وتقرأ في يوم من الأيام أنه أكو توقيع ديوان لهذا الشاعر، وتبدأ الأحداث من هناك. الرواية هي طبعا هي الأولى اللي تكتبها وتنشرها، وتنقل تجربة الشعر إلى الرواية، لأن هي تكتب شعر في الأصل، هي في الأصل شاعر. نعم. وطبيبة وشاعر، تنقل كل تقنيات الشعر لترويضها وتشذبها بما تتلائم مع عقدة الرواية وسردها ودروبها. فهي الروائية العربية الأولى التي اخترطت لنفسها هذا المذهب من الكتابة، فمذهب جديد في الكتابة يعني العربية. هو بالنسبة للنساء أعتقد هو مذهب جديد، ما متأكد بس أعتقد. أي اشتغلت عليه بمشرط الرواية هذه، اشتغلت على السرد فيها بمشرط الجراحة والتجميل لتشذب المترهل منه وتضيف إلى النحيف جمالا. كانت الرواية وليد علاقة شرعية بين الشعر والنثر، هي شاعرة، وتمكنت الروائية الشاعرة أن تزاوج بين روحين مشاكستين في عقلها وقلبها، تنتج وليدا يرفرف بين جناحين، يطير في عالم الأدب والمعرفة والثقافة، ويرسم لها طريقا لتجارب أخرى، اللي هذه الروايات اللي انكتبت بعدها. ولعل فاتحة تمتلك في قلبها بطينين ليس كما نعرفهما بمعناهما التشريحي، بل البطينان عندها أدبيان، واحدا للشعر وآخرا للرواية. فلا تفرط بأحد، بل تجعل من هذا الامتزاج الروحي نتاجا جديدا نابضا مختلفا. وفي استخدامها للأقنعة في رواياتها، كان التاريخي والسياسي والأسطوري تركيبة متنوعة لا تحس إنها موضوعة أو ملصقة على عواهنها، أو إنها منزلفة أو ركبت بصورة مقلوبة. استخدمت الروائية الشاعرة تلك الأقنعة بكل مهنية واحتراف، وفق تقنيات عالية، كأنها تقوم بتوليف فيلم أو تعرضها كمسرحية. يعني وأعتقد بعض النقاد قالوا هي هذه الرواية هي مسرحية شعرية. أوكي. بها الرواية بها يعني شو أقول لك، أنا هالبرة الثالثة أقرأها، ودائما من تقرأها لأنه بها ألم بعدين تشعر بالسعادة، آخر الصفحة تشعر بالسعادة. وظفت كل الفنون السمعية والبصرية فيها، منها الأغاني والتراث وغيرها وغيرها. رواية مليئة بالصور الشعرية، راح أخذ لك بعض الصور الشعرية من الرواية. مثلا في الصفحة 15 تقول في وصف الشاعر المريض ماله: أكاد أراه خلف السطور يضمد القلم ما يضمد بالقلم ما ينبض حيا بداخله. يعني القلم هو الضماد لروحه. وفي الصفحة 31 تصف غياب وحيد عن الجلسة في يوم من الأيام، اعتذر أنه قال ما يجي،
يقول أتى صوته خافتا يصم أذان الغياب، ما عرف مكتبي غيابا بهذا الحضور. ما موجود هو بس موجود. مثلا شلون اكو ديوان شعر يقول كلك عندي الا انت، فهاي الصور الشعريه في الصفحه 96 في حوار بينها وبين وحيد الشاعر، وحيد الكامل طبعا، هو حتى اسمه وحيد الكامل، اسمه شعري. يقول وحيد: اتعلمين اتشبث بكل كتاب جديد كانه مفتاح الخلاص، لأدرك بعد انتهاء منه أو انتهاءه مني أنه لم يكن سوى تأجيل عودة محتومة إلى ثغرات الذات. وينتهي الاقتباس. كتب عنها شاعر وناقد عراقي دكتور وليد جاسم زبيدي عن الرواية، عن الرواية وعن عنها هي كفاطمة فاتحة مرشيد، عن الرواية بالتحديد هذه الرواية. يقول: القناع في الشعر المعاصر وسيلة درامية للتخفيف من حدة الغنائية والمباشرة، وهو تقانة جديدة في الشعر الغنائي لخلق موقف درامي أو رمز فني يضفي على صوت الشاعر نبرة موضوعية من خلال شخصية من الشخصيات يستعيرها الشاعر من التراث أو من الواقع ليتحدث من خلالها عن تجربة معاصرة بضمير المتكلم، إلى درجة أن القارئ لا يستطيع أن يميز تمييزا جيدا بين الشاعر بين صوت الشاعر من صوت هذه الشخصية، فالصوت مزيج من تفاعل صوتي للشاعر والشخصية، لذلك يكون القناع وسيطا دراميا بين النص وقارئه. ومن هذه الأقنعة في الصفحة 9 استخدمت شعر من قناع لشاعر اسمه عزة سرايج من بوسنة، وهذا الشعر اللي استخدمته من ديوانه أحد ما دق الجرس، وفيه صورة وصوت عن الانتحار وكيف يظهر بجرأة. يعني واحد من يفكر عن أنه شلون ينتحر ويفكر بصوت عالي. وفي قناع لخورخي لويس بورخس هذا الشاعر الأرجنتيني الفذ في الصفحة 14 في صوت الإحساس وصوت المرأة المتناغم مع شاعر مشاعر متأججة. في قناع لرينيش كثير من الأقناع هي استخدمت مخزونها الثقافي والمعرفي بكثير شغلات، مثلا في وصفها لفرنسا وللمتحف ولكذا وهذه الأمور، تصف المنحوتات وشون النحات شلون نحتها وكذا وهاي الطريقة كلها. في قناع لجان بول إيمارد سارتر صفحة 69 فيلسوف روائي مؤلف مسرحي فرنسي أيضا، كانت مقولته الشهيرة في إحدى مسرحياته أنه الجحيم هو مال الآخرون، كان صوت الفلسفة والإطار الفلسفي لفلسفة الرواية. هذا الموضوع. قناع لرامبو الشاعر الفرنسي المتوفى سنة 1891 وهو مات بعمر شاب جدا، فكان قناع الشباب والحياة والمغادرة بوقت مبكر كما غادرها بطل المسرحية الشعرية وحيد كامل، اللي هو رجعوا صاروا أنه بيناتهم علاقة حب وتزوجوا، لتكتشف هي رممت نفسها وتعافت من السرطان عافانا والله وإياكم والسامعين أيضا آمين، وتكتشف أنه وحيد كامل صار عنده سرطان. نعم، يصير عنده سرطان هو وتقوم الداري. أكو لحظات تكتبها هي، يعني تصف مثلا لحظات الأمومة اللي هي افتقدتها كبطلة روائية، لأنه زوجها السابق جبرها على أنه تطرح طفل وصار عندها عقم مكتسب، فكان عندها شعور الأمومة كلش كبير. فتصف وحيد الكامل بأنه الطفل اللي كانت تنتظره مش الحبيب، الطفل هو الحبيب، ولكن دارت المدارات اللي كانت تداري هي من هو مرض اكتشفت انه صار عنده سرطان، وكأنه شون دار الطفل ام شون دار الطفل. فهذه المشاعر المختلطة. واكو قناع للروائي حمزة توف، وهو روائي وشاعر داغستاني
وفي قناع لأوسكار وايلد مؤسس أوسكار فينغال عفواً، وهو أنجلو إيرلندي. من مقولاته الشهيرة: الطريق المثلى للتعامل مع الإغراء هي أن نستسلم له. وقناع نيتشه: استخدمته قناعا لحل الألغاز مريضها الذي حاول تجربة الانتحار، لكون نيتشه من أبرز الممهدين لعلم النفس، فكان اللاوعي للدكتورة والنظر إلى الموت بشكل فلسفي. قناع مونتيرو، شاعر أسباني، في الصفحة 136. القناع اللي قال ويسألني عن حكاية غيابك وهاي الأمور. قناع لنزار قباني، جاب هي الأقنعة هاي اللي نقولها هي الاستعارات اللي جابتها اللي تستخدمها يا استخدمتها هي. هل 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 كان عندها نمط قريب على الكاتبة أحلام مستنغامي؟ يقولون يقال أنه أكو يعني قريب النمط الكتابة قريب بينها وبين أحلام مستنغامي. طبعاً الأحلام من الكاتبات الكبيرات أكيد يعني بتكون تأثر في بعضهم ما قرأت أكيد لها. من راحت هي أنا استعير الكتاب الهداء اللي أهدال هي هو من راحت لي حفل التوقيع بدون ما يعرف هو. جتي قدامه وقفت باعت عليها فهو الكتاب اللي قال لي أنا أعتبره قصيدة شعرية كده من الإهداء. قال لها: إلى من أعادت روحي إلى أفراجها بعضا من روحي مع امتناني. الديوان اللي كان يوقع اسمه أبراج الروح. أوه. أي. فهو يقول لها هي اللي رجعت روحي. عيد نص اللي كتب لها إياه. يقول هو بالإهداء على الكتاب. نعم. قالها: إلى من أعادت روحي إلى أبراجها بعضا من روحي مع امتناني. أوه. بالعادة من يكون الإهداء الكتاب لأشخاص لا يعرفوهم أنه مع ود مع حبي مع كذا أتمنى لك قراءة ممتعة ومعايز أمور كلها التقليدية، ولكن الإهداء لما نكون إلى شخص ترك بصمة في حياتك راح يكون ب رمزية ودلالات وأشياء هواية. أكيد حيدر بسألك سؤال يعني أعتقد أنه قريب من كلامنا هذا. بقول لك: هل تعتقد أن الشاعر عندما يحاول أن يكتب نص أدبي روائي يلتزم بقواعد الرواية أم يحاول إضفاء الصور الشعرية وقد لا يفهمه البعض الذي لا يقرأ الشعر أو لا يحب الشعر، وقد تتحول الرواية إلى شبه نصوص شعرية حررت لقصص؟ أنا الرواية من تكتب لازم تكتب بقواعد الرواية اللي هي البداية والوسط والخاتمة والصراع وكذا وهاي الأمور والحوار. الرواية فلازم هذه الرواية يعني كان بها كل شيء، كان بها الحوارات، كان بها الشخوص، كان بها الزمان، كان بها المكان، كان بها الانتقالات الزمانية المكانية، مرة في باريس، مرة في المغرب، مرة في الجامعة، مرة في العيادة، وحتى في بعض الأحيان حتى القارئ ما يشعر بالملل أنه هذه رواية تحكي عن شخصيتين فقط، تستعير هي شخصيات أخرى من واحدة من عندهم المريضة مالتها اللي هي المطربة حاجة ضاوية، ومن خلال هذه المطربة تتطرق إلى مشكلة الزواج المبكر بالمجتمعنا العربي، وشون هذه البنت اللي كان عمرها ما صاير 14 سنة أهلها زوجوها وهي من رجل كبير من العمر، وشون انهزمت هي وراحت إلى الشارع وشالتها سيارة، والسيارة هاي كان بيها مطربة اقترحت عليها أنه تشتغل عندها بالبيت، وشافت عندها موهبة الغناء وصارت مطربة، بعدين مطربة معروفة. يعني هي فعلا استخدمت كل اساليب الروايه عشان تعمل أساليب من الروايه، لكن استخدمت الشعر في كتابه الصور الشعريه. نعم الصور الشعريه. نعم استخدمت كثير من الصور الشعريه. نعم وما يعني ما لازم اي شخص يكتب الروايه لازم يلتزم بقواعد الروايه. الكاتب او الكاتبه لما بكتب كتاب او بكتب روايه او بكتب شعر لازم يوصل رسالة، وهذا هو اللي بشعر فيه فعلا. في الرواية هاي الكاتبة فاتحة مرشيد أوصلت عدة رسائل، منها معاناة مريض السرطان، رسائل إيجابية، رسائل أغلبها إيجابية دكتور.
يعني مثلا بالوحده من الحوارات هو وحيد الكامل يقول لها لن انتظر الموت باستسلام، عليه ان يركض خلفي. نعم نعم تخيل هاي هاي يس زين. يعني هذه من الشغلات الجميله اللي قراناها في الكتاب هذا. اي هي كانت محبطه بعض الشيء، تقول صفحة 159 ذات هي ذات تحكي بالضمير المتكلم. نعم. تقول أي لغة تسعف لرفع معنويات من يدق الموت بابه. هذا حوار داخلي بينها وبين نفسها. في برضو جملة عجبتني، تريث أيها الموت إني أكتب. يا يعني أي. بس هو يعني. هو أيضا قال لها يعني عنده يعني مقطع يقول بي الحب والموت هما المحركان الأساسيان لكل إبداع، وأنا عاشق يحتضر، إذن أنا سيد المبدعين. أي. نفس الشاعر طغى على الرواية ولكنها كانت ملتزمة بكل محددات كتابة الرواية. هل كتبت روايات بعدها على علمك محمد؟ نعم كتبت أكثر من رواية بعدها، كتبت رواية مخالب المتعة، الملهمات، الحق في الرحيل، وانعتاق الرغبة. انعتاق الرغبة سنة 2019 آخر رواية لها. أي فيعني قلت لك كانت تأخذنا بالحب هو والموت وشلون إنه هي كانت تشعر بالضياع، وإجا هذا الشخص المريض من طبعا هي كانت مترددة بالبداية أنه تعلن تقول له أنه أن هي تحبه وكذا، ولذلك كان يقنعها أحد الدكاترة اللي المشرفين أصدقائها نعم بالوسط الطبي وهو رجل كبير، فيقول لها يابا أنت جميلة وما ينقصت شيء وحاولي تتزوجين شخص من الوسط، وهذا أكو دكتور الفلاني ولكن مشكلته أنه طبيب جدا. أوكي. إيه. فهي تقول له أنا ما هي كانت متزوجة من طبيب، تقول له أنا ما مو شرط أنه أنا ما أرجع أعيد نفس المشكلة، ولكن أنا يعني أرغب بأن أكون عاشقة لهذا الشخص قبل أن يكون أيا كان طبيب روائي شاعر أيا كان. يعني المرأة دائما تحتاج للرومانسية أكثر من يمكن الرجل تفكيره يختلف بطريقة ممكن. أنا حابب أذكر بشكل عام الأيديا تبعت هذه الحلقات، الحلقات هاي بنناقش فيها في نادي الكتاب مع محمد عيسى في كل يوم ثلاثاء الساعة 7 مساء بنناقش كتاب، بنكون إحنا حاكين عن هذا الكتاب في الحلقة الماضية، بنعطي اللينك للجميع عشان يقرأ هذا الكتاب، اللينك موجود على رابط مكتبة كنار، كنار تي في على جوجل درايف، أي واحد ممكن يدخله، هاي الرابط موجود في على الشاشة وموجود في الكومنت، ممكن تدخلوا على هذا الرابط تعملوا داونلود للكتاب PDF على موبايلكو أو على الكمبيوتر أو على الآيباد وتقرأوه خلال الأسبوع، تحطوا ملاحظاتكم أي أفكار وبنناقشوا إحنا معكم الأسبوع اللي بعده، ممكن تكونوا ضيوف معنا على البرنامج إذا حبيتوا، إذا قرأتوا الكتاب وحابين تحكوا عنه مع الأستاذ محمد، أو ممكن تحكوا في الكومنتس، ممكن تتصلوا فينا تلفون على الهاتف اللي موجود تحت، وبالتالي إحنا هيك بننمي هواية المطالعة اللي بعشقها كتير الأستاذ محمد، ولكن نجعل منها برضو مجال للنقاش بحيث أنه نفتح النقاش لبعض، نفهم من بعض كيف نطلع على الرواية، كيف نطلع على هاي النصوص، يعني بشكل عام هذا هو البرنامج وإن شاء الله تكون تستمتعوا فيه. يعني احنا اقتراحنا للرواية ما يعني بالضرورة انه احنا نتبنى فكر الكاتب اكيد، فهذه يعني تكون نقطة واضحة للجميع انه احنا نناقش الكتاب كفكرة ولكن الكاتب كشخصية أو كفكر أو كأي توجه إحنا ما لنا علاقة به، لا نتبناه نهائيا. نعم. ناقش الفكرة الأدبية فقط. طبعا أرمين وحيدر من الناس اللي دائما بيتابعونا بشكرهم كتير،
وبندعوهم إلى المشاركة في هذه الحلقات إذا قرأوا الكتب هاي أو قرأوا جزء منها وحابين يكونوا في ضمن النقاش يبلغوا الأستاذ محمد. أعتقد هم أصدقائك أستاذ محمد. أكيد طبعاً. يبلغوا يب هو حيبعث لكم لينك تبع الاستوديو بتكونوا بتشرفونا الأسبوع القادم إن شاء الله. أهلاً وسهلاً بهم. نكمل معك أستاذ محمد. كيف يطغى الشعر؟ كيف نرى في الرواية اللي كاتبها أصلاً شاعر اختلاف عن تلك الرواية التي يكون كاتبها فقط أديب وليس شاعراً؟ حسب أعتقد مثلاً نجيب مثال على الرواية اللي كاتبها شاعر كرجل مثلاً سليم بركات عندما يكتب الشاعر عندما يكتب يبالغ في الوصف في وصف دقيق الأحداث يعني حتى الحجارة إذا كان في حجارة على الأرض يوصفها بوصف دقيق يحيرك يخليك أنت تعيش يعني بهذا الصورة الشعرية اللي يرسم لك إياها تتخيلها بشكل عجيب. فأكيد طبعاً الشاعر من يكتب ويتميز بأنه تقول أنه هذا الروائي مثلا أو هذا الرواية كاتبها عنده نفس شعري من الوصف ومن الحوارات اللي دائما تكون بها رمزيات هواية رمزيات طب شعارات رمزيات أيضا في ناس بيحكوا أنه لما يختلط الشعر مع أنه هو يعني مفروض أنه أدب كله بس لما يختلط تشعر أنه الكاتب زي سبح في بحر غير البحر اللي إحنا مفروض نغوص فيه بضيعك يعني في طريقة الرواية وطريقة الكلام. أما أنت تتوقع أنه هذا مستوى أعلى في الرواية؟ هو تجربة ما أعتقد هو مستوى هي تجربة خلينا نسميها ودائما التجارب إما تخفق أو تنجح. فبعض الكتاب أو الشعراء خلينا نقول لما كتبوا بالرواية نجحوا البعض الآخر فشل لأنه طغى عنده نفس الشاعر على الرواية ففشل بس الأغلب أعتقد اللي هو يكون يستند على خزينة الثقافي والمعرفي بالكتابة أعتقد أغلبهم نجحوا وخير دليل مثل ما قلت لك هو سليم بركات يعني أغلب هو شاعر ولكنه روائي من الطراز الأول فموازنة بيناتهم أعتقد من يكتب الشاعر بالطريقة الرواية بطريقة الشعر تمل أنت كلش تمل لأن ما يقدر يلتزم بقواعد الرواية والرواية لها قواعد مثل ما قلنا لازم تلتزم بها لما يلغي عليك نفس الشاعر أنت راح تروح إلى النثر والنثر بالرواية شوية متعب. هلأ هاي الرواية كان فيها بعض الحزن يعني كانت تعزف على قيثارة القلب زي ما بيحكوا فيها حزن فيها حب فيها وداع فيها خسائر فهل تعتبرها من الروايات الحزينة جدا فعلا؟ أنا بالنسبة لي ما أعتقد أنه هي من الرواية الحزينة لأنه أنت تقرأ وتتفاعل مع الحزن ولكنك في النهاية تضحك لأنه دائما هو يقول لها اكتبي للأموات حتى أنت تعيشين. أوكي. فهي من كتبة الرواية طتك أمل بالحياة وأنا ابتسمت بالنهاية أنه رجعت للصفحة الأولى أنه شلون دخل عليها هو وقال قعد على الميز وطاوعت عليه وسألته أنت متزوج يقول لها حسب الضرورة تقول له أنت شاعر يقول لها كل واحد بينا شاعر ولكن أكو شاعر أخرس واحد شاعر متكلم يعني بعضنا ناطق والبعض بعضنا أنا إيه فأنا حكيتها بالعامية نعم مزبوط إيه. طيب محمد طبعا إحنا أول مرة نقرأ في هذا البرنامج لكاتبة من المغرب العربي وما شكرنا واحترامنا لكل أهلنا في المغرب العربي لكن طبعا إحنا عارفين التأثير الفرنسي على الأدب
في هذه المنطقة. يعني أنا لما بقرأ لأحلام مستنغهامي بشعر أنه في تأثير، مع أنها كاتب رائعة وراقية وكتاباتها جميلة جدا والكل بيحكي عنها، لكن أشعر في تأثير فرنسي على الرواية. يعني مليون بالمئة. هل تشعر ذلك في؟ طبعا مليون بالمئة، لذلك أنا قلت مسرح الأحداث بالرواية هي باريس والمغرب. نعم، باريس والمغرب. راحت لباريس للجامعة اللي كان يدرس بيها علمود، يشوف شلون كان عايش هو طبعا بالفتره اللي كانت رايحه للعلاج. راحت للمتاحف، وصفها للمكان والكذا لباريس، دليل انه هي كانت عايشه في ذيك المنطقه. اعتقد انها هي كانت عايشه، بس الوصف الدقيق للمتحف وللمنحوتات والاجواء الحميميه وكذا باريس، هو المراسلات اللي صارت بينه وبينها، هو كان عايش في باريس. فكانت أكو مراسلات بالإنترنت بالإيميلات بينه وبينهم بينه وبينها، وهو يحكي لها عن باريس وأجواء باريس وكذا. فأكيد الثقافة الفرنسية أثرت بشكل كبير على الرواية. طبعا أعتقد أن معظم الكتاب، معظمهم مش كلهم، الكتاب في المغرب العربي تأثروا بالرواية الفرنسية بشكل عام. نعم، التفكير وبأسلوب حتى السرد الفرنسي بالرومانسية اللي موجودة في الكتب الفرنسية أو في الروايات الفرنسية. هي بعض الأحيان هنا بالرواية أيضا تكتب بالفرنسية. بعض الجمل كتبت بالفرنسية بعدين ترجع الترجمة. طيب الآن النقلة هاي اللي أخذتنا منها من ناحية قرب الموت ثم الحياة، لما تشافت وتعافت وتشافى المريض تبعها وحبيبها، ثم عادت بنا إلى قرب الموت عندما حل به مرض السرطان. هذا يعني أنا أتوقع أنه يعني هي ترسم منحنى رياضي للحياة الطبيعية، أن هناك أيام في الأسفل وأيام في الأعلى ثم أيام في الأسفل في الأعلى. هل تشعر أنه فعلا هي أرادت أن ترسم لنا هذه الحياة الحقيقية على كيف المعاناة بتصير خاصة مع مرضى السرطان؟ هنا نتيجة نفس الطبيب اللي بيها. هي طبيبة أصلا، فهنا نتغى نفس الطبيب اللي بداخلها على الرواية، وشون تعاملت مع في واحدة من القصص تحكي أنه هذه السيدة اللي قلنا عليها مريضة المغنية قتلت، واحد دخل عليه هذا يسرق البيت وقتلها وراح. فهي يعني من اعتزازها بالمريضة مالتها ومقدار تأثرها مع المريض بهاي المريضة، قالت للسكرتيرة مالها خابري كل الشسمة المرضى وألغي المواعيد، احنا اليوم عندنا حداد على مود المريضة. هي لا تربطها أنت تعرف دكتور، أنت العلاقة بين المريض والبيشنت مالته والدكتور هي علاقة لا تتعدى العيادة، صح لو لا؟ نعم، مفروض ما يس هذا مفروض. يعني. ولكن هي هذه النفس الشاعر والكذا اللي عندها والنفس الإنساني الزايد اللي عندها، أنه تفاعلت مع القضية وقالت أنه إحنا اليوم في حداد على هذه المريضة اللي توفت، اللي اليوم كان مفروض مثلاً موعدها. سبحان الله. طيب في مقولة بتحكي إنه بعض الكتاب نقرأهم وبعض الكتاب يكتبوننا، يعني هدول اللي بكتبوا بمشاعرنا بتشعر إنه بيعبر عنك. هل شعرت وأنت تقرأ هذه الكتاب هذا الكتاب أو هذه الرواية أن أنت كنت تقرأ أم كانت الكاتبة تكتب مشاعرك؟ أنا شعور مكس كان عندي. نعم. يعني بين أنه هي دا تكتب وهي تكتبني أيضا. مثلا طرقت إلى عقدة أوديب. نعم. والرجل شون يحب أمه أكثر من زوجته، من أبوه عفوا بالنسبة للشاعر. نعم. هذا ومشكلته ويا أبوه وشون عاف أبوه كذا وراح فهذه أيضا طرقت لها. بس أنا ما عندي عقدة أوديب، ولكن أنحاز إلى أمي أكثر من أبوي.
الله يحفظ لك إياه. الله يخليك يا رب. الله يحفظ لك. الله يخليك. فأنا حسيت بعض الأحيان أنه نعم هي كتبتني في بعض الأحيان. وهذا شعور التفاعل اللي ينطيك أنت من يصير عندك تفاعل بينك وبين الكاتب. Virtual. يس هون ال هون ال هون النقطة إنه كيف بيجذبك الكاتب إلى وهذا الذكاء. الذكاء اللي مش طبيعي بيكون بحيث إنك تشعر أنت وبتقرأ يعني الرواية إنك أنت تسطر بعض ما جاء فيها. وصراحة يعني I think في مستقبل راح يكون قريب في أحد المسلسلات اللي سوتها نتفليكس وهذا المسلسل أو الحلقة الوحيدة اللي شفتها في حياتي بهذا الموضوع كنت أنت كمشاهد تختار الخيارات للممثلين. مثلا بده ياكل كورن فليكس اوكي هم مصورين طبعا الخيارين بوصل عند الوقت هاي وبقول لك ايش نوع الكورن فليكس اللي حياكله من النوع هذا او النوع هذا فانت بتختار بتكمل الحلقه بهذا المجرى بوصل لمكان مثلا بده يصير انتحار فبقول لك هل ينتحر ولا ما ينتحر انت بتقول لا او بتقول يس وبروح مجرى المسلسل لمجرى اخر ف بتشعر انك انت اكشن ميكر يعني انت هو انت بهاي يعني الحاله تتحكم في مسار الشخصيات اللي تكتبها الشخصيات فانا اتوقع انه يعني في بعض الكتاب فعلا تشعر انه هو بقراك يعني اكيد صعب جدا هذا لكن عشان يوصلك ويوصل مخيلتك اكيد موضوع مش سهل صحيح وبعض الكتاب الشخصيه تسيطر على الكاتب يب يعني شخصيه تفرض قوتها على الكاتب ومرات ما يسيطر عليها يعني يصير اكو مثلا شو اقول لك جماح بالشخصيه فمن الكاتب من يكتب من مثلا يصير لقاء ويا يقول له انت كنت متوقع انه الشخصيه مالتك تكون هيك يقول لك لا والله بالبدايه ما كنت متوقعها اوكي هو لانه يرسم الشخوص بالبدايه وبعدين تمشي الاحداث بعض يعني الشخصيه مثلا هذه خالها تكون مثلا وديعه وكذا وهاي وبعدين بخضم الاحداث من تمشي الامور تتغير. الشخصيه هاي تصير يعني تنسلخ من الصفه اللي اسبغها عليها الكاتب اللي هي الوداعه وتتحول الى النفور والجموح وغيرها وغيرها وهاي الامور والتمرد والشغلات الاخرى فهنا تسيطر الشخصيه على الكاتب طبعا يعني انا بالمختصر انه توقعت انه يعني او هي بتحكي انه الحياه هي لحظات لا غير لحظات لا غير وعلينا علينا نعيشها ونعيش حياتها تمتع فيها بغض النظر عن ايش بيصير حوالينا من امراض ودمار ومشاكل وهي قد تكون رساله الان في وقت اللي احنا بنعيشه انه عيشوا حياتكم يا جماعه انبسطوا اخرتنا نلحق بمن سبقونا وتأتي هذه اللحظة وأنت لا تدري فساعتها انتهى الموضوع يعني صحيح حيدر قبل ما ندخل في رواية الأسبوع القادم حيدر بيحكي برأيي أعتقد أن الروائي يختلف عن الشاعر الروائي يعتبره باحث يحاول أن يجد بعض الحلول الاجتماعية لكن الشاعر عاطفي جدا وأعتقد قد تكون روايتها يميزها المشاعر أكثر من المعلومة أو الفلسفة التي يسردها الرواية. هل هي وجهة نظرة طبعاً محترمة ولكن في بعض الكتب يعني تقول لك إنه أنا قلت لك الشاعر أو الكاتب يعتمد على خزينة المعرفي في الكتابة. فممكن أنا شفت فلسفة بالرواية هذه فلسفة كبيرة. هي ممكن في بعض طبعا المتلقي يقرا الروايه كل من حسب ذائقته وحسب ثقافته وحسب رؤيته وعوامل اخرى صحيح انا برايي هاي الروايه برايي انا الشخصي برايي انه هذه الروايه بيها فلسفه عميقه وبيها بعد كبير البعد الانساني والبعد عالجت قضايا مجتمعية بطريقة سريعة هيك عن مود ما طلعك من مجرى الرواية لأنه هي قصة حب ولكن أنه أنت ما تشعر بالملل
خلت لك شويه على قولة استاذ دكتور خير الله سعيد يسميها عزيزات. العزيزات اي العزيزات هي بعض القصص اللي او الشغلات الغير مفهومه بس لتغيير تلطيف الجو او لتغيير المسار شويه بعدين ترجعك بشكل جدا سلس لمسار الروايه. طبعا من هنا نوجه تحيه للدكتور الكبير دكتور خير الله سعيد. خير الله والله تحياتنا تحياتنا له ولكل ما يقوم به من جهد بحثي في تسليط الضوء على الثقافه والحضاره العراقيه خاصه في العصر العباسي، فله منا كل التحيه والاجلال. أكيد. من قناه كنار تي في احنا استضفناه مره وكان فعلا كلامه رائع وحنستضيفه ان شاء الله مرات حيكون عندنا ان شاء الله اكيد. طيب ماذا تنصحنا للاسبوع القادم؟ والله الروايه القادمه اسمها احنا قلنا ننوع بالتركيبه الجغرافيه للروايات اللي نختارها، فالرواية القادمة ترابها زعفران للروائي إدوار خراط من مصر. رواية جميلة وحلوة وتحكي عن الجذور وشغلات هواية ما رد نحكي عنها هسه. الحلقة القادمة أكيد نتركها للمتابعين أنه يقرؤوها. رواية ترابها زعفران للروائي إدوار خراط موجودة على الدرايف الجوجل درايف تبع قناة كنار، رابطة مكتبة كنار تي في موجود على الشاشة وموجود في الكومنتس، ممكن تدخلوا تعملوا تحميل لكل الكتب السابقة إذا ما قرأتوها. والكتاب القادم اللي حنقرأه مع بعض اللي هي ترابها زعفران سيكون إن شاء الله الأسبوع القادم بنفس الوقت يوم الثلاثاء الساعة 7 الأستاذ محمد عيسى معنا، وأي أحد الضيوف الأستاذ حيدر الأستاذ أرمن أي واحد حاب يجي أهلا وسهلا بكم كلهم أهلا وسهلا بكم. الأستاذ مصطفى طبعا بنرحب فيهم، إذا حابين يناقشوا الرواية مع بعض بيكون جي جميل بنوصل هذه الرسالة اللي احنا بنحاول إنه نربط المشاهد بالكتاب. الأستاذ مصطفى سوري مثنى عفوا انا الاسم على السريع مو الواحد تضرب براسه مصطفى مثنى بحكي سؤالي لكم ايها الاحبه وشكرا لك انت حبيب وصديق، هل الاعمال الادبيه مدعومه اثناء الطبع في كندا ام انها مكلفه جدا؟ هل هي احد مصاعب وتحديات ادباء المهجر؟ طبعا احنا حكينا في حلقه كامله عن هذا الشيء ولكن لا يضر انه الاستاذ محمد يحاول بسرعه يجاوب على هذا السؤال. اعتقد اذا كانت الاعمال بحثيه مثل ما ذيك مره تطرقت لها دكتوره ربا فتال اعتقد ممكن تحصل دعم من الجامعات في بعض الاحيان مو دائما. اغلب ادباء المهجر يكتبون في بلادنا، أغلبهم يكتبون يطبعون هناك إلا إذا كان الكتاب اللي يكتبوه هما باللغة الإنجليزية ويعرضوه هنا. ممكن في بعض الأحيان تحصل على دعم عندما يكون الكتاب يناقش مثلا قضية مجتمعية داخل هذا البلد اللي إحنا عايشين به، ممكن في بعض الأحيان أكو بالهيرتج والكالتشر أكو بعض أنواع الفند ممكن تقدم عليه وتقدم من مخطوطة ولو تحصل لو ما تحصل لأنه آلاف يقدمون. صحيح. التكلفة أجين تكلفة كله بيعتمد على كيفية الطباعة ومكان الطباعة ودار النشر واختيارك للورق وكذا وهاي الأمور كلها. وطبعا أنا بدي أذكر الأخ مثنى ونفسي الأستاذ محمد أنه للأسف الكتاب وليس فقط في المهجر ولكن في المهجر بواجههم تحديات كبيرة وهي قلة القراءة، صعوبة الطباعة، التكلفة العالية، صعوبة النشر والتوزيع، فيعني نكون لهم كل الإجلال والاحترام على ما يقومون به بتحدي هذه الصعاب. ولسه بكتبوا يعني لم يتوقفوا لأنه من يحب الكتابة والكتاب لا يستطيع بيوم أن يكره، فهو حب أبدي يعني زي ما بحكي. لهم كل الاحترام والإجلال طبعاً. بشكر جميع المشاهدين. أستاذ محمد معك لآخر دقائق عشان
حلقتنا اليوم. أنا ما آخر دقيقة دائما ننصح وشين نقول إحنا اقروا ولو ساعة. ساعة من وقتكم. ساعة أي ساعة من وقتكم يعني لا ضير. تقرأ تطلع على تجارب الآخرين يا أخي والله القراءة حياة. صحيح. أنا وشاطرك نفس الكلام باسم كنار تي في حابين نشكرك مرة أخرى على كل اللي بتقوم فيه لدعم المجتمع وتنشيط القراءة فيه. بنذكركم اليوم الساعة 9 في عنا حلقة عن الأسر المنتجة مع الأستاذ محمد تميمي، تابعوها راح تكون مع أحد السيدات اللي بدأوا بيزنس، راح نحكي لكم كيف بدأت البيزنس التحديات. تابعونا الساعة 9 ونراكم الأسبوع القادم أنا والأستاذ محمد عيسى في كتابنا تراب الزعفران. في مال الله.